الشخص عن ضمن المجتمع. التفانى ده الاساس هو الاساس النقطه اللي عايز افهمها. وقلت التفانى ده هو ان انا عندي تو ليرز اوف الدولار. ده الشيفت ولا بقى. في بلاير اللي هو اللي ماسك في الشيفت ويند بيقول عليها ايه؟ برايتا، صح الكلام؟ برايتا الدولار. والطبعه الثانيه اللي ماسكه في اللاين بيفهم حاجه اسمها ايه؟ بروفيسور الدولار. وفي ثين بلاير وفي مسؤول ويند بيقول كده. ثين بلاير مش كتير لا. حاجه ثانيه في مهاره. قال لك خلي بالك عندي نواه في الفلوس. واتفقنا ان هو ان انا عندي النواه دي ميجور برونكاي وهذا التراكيه كده كده. قال لك خلي بالك ايه رايك؟ لو جينا على الفيروس دي تتوقع ان فيها بريشر ولا فيها زيرو بريشر ولا ما فيهاش بريشر خالص ولا هي كولاسد ولا ديستند نورمالي اندر ريستنج كونديشن؟ ايه رايك؟ الاول حاجه اسمها ريسبيراتوري سايكل. سمعت عن الريسبيراتوري ليه؟ يقول لك ريسبيراتوري ايه؟ تقعد تدور على ليرنينج وشيك بلوك ونورمالي كام ومش كام. طب الريسبيراتوري سايكل عباره عن ايه؟ التنفس بتاعك مش عباره عن انسبيريشن واكسبيريشن؟ فنفس الكلام الريسبيراتوري سايكل هي سايكل بتشينج سكرينج دورينج نورمال بريزنج. النورمال بريزنج بتاعك عباره عن حاجتين، عباره عن اكتف شورت دوريشن انسبيريشن and passive long duration expiration followed by transient boost. يعني فترة مؤقتة صغيرة جدا. ده تقريبا الاكتف انسبيريشن ده بياخد 2 سكند. تقريبا الاكتف حاجة الاكتف بتاخد وقت قليل. الباسف بياخد تقريبا 3 سكند. وهذا الايه؟ اكسبيراتوري بوز. البوز اللي هيحصل بعد الاكسبيريشن. النورمال ده يقدر يتحرك فيه وزن 70 كيلو جرام من 12 ل 16 بعد ما بيقول لك اعطوا 18 سايكل بير ايه؟ بير سكند ولا بير مينت؟ بير مينت. في الفيديو طبعا هتختلف، في الفيديو هيختلف. ايه رايك؟ اتوقع ان النورمال بس ده بتاعه يكون اسهل ولا اقل؟ اسهل. طب ليه؟ مش هتقول لي ليه؟ ها؟ غلط قوي. اكس جروس اللي هيقول لي هاخد ايه؟ جروس ركزوا يا جماعه، قالت لو رجعتوا للكارديو فاسكولا كنا بنقول الهارت ريت ليه كتير في النيو بورن عن القطط؟ ليه؟ ها؟ في حاجه اسمها فيجل تون. الفيجل تون بتبقى انهبيتد لسه في النيو بورن لسه نوت ويل ماتيو. الفيجل تون لما تبقى كويسه هتتحكم في الفشل تقلل. لكن العيال اسمها لسه فيجل تون نوت ويل ديفلوب فتلاقي الريسبريشن ريت بتاعه عالي والهارت ريت بتاعه عالي. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. دي تفرق معاك يقول لك بروبلم كان يوجور ولا الريسبيرتور ريت وليكن 40 برميل. ما تقولش انه زايد صح ولا لا؟ ده مش النقطه. لكن لو لقيت 12 ده يبقى كده عندكم في التهميش. فاهم الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. فقال لك اثناء الريسبيريشن دلوقتي انت عارف ان الالفيروس دي متصله بالهواء صح؟ الاتموسفير السكه موصله للالفيروس. فقال لك الاتموسفير بيشرب ده نقطه لغايه الاهميه. الارقام يا جماعه مهمه في الام اس كيو. الاتموسفير البريشر بتاعه بيعمل له زيرو هنقارن الالفيولا بريشر والانترا بالمولر بريشر الانترا بالمولر بريشر والترانس بالمولر الاتموسفير. فالاتموسفير البريشر بيعمل له زيرو. فلما نقول ان الالفيولا بريشر زيرو يعني بيساوي الاتموسفير. لو قلنا زائد واحد يعني انا ازيد من الاتموسفير بواحد مليمتر نادر. هو النورمال اتموسفير بريشر كام مثلا؟ مين شاطر منه؟ مين بيدي ده؟ الارقام بتاعتها اهو. الارقام في الريسبيريشن بتزيد بتزيد اكس كيو، والارقام في هذا الايه؟ في هذا الريسبيريشن بريشر بتزيد اكس كيو بكرر مهمه جدا. الاتموسفير بريشر نورمال كام؟ ها؟ 760 مليمتر نادر. ديورنج الاكسبيريشن بلاقي الالفيولا بريشر كام يا جماعه؟ اطلع الالفيولا بريشر بيبقى ماينس 1 وديورنج الاكسبيريشن بيبقى زائد 1 واثناء البوز ده بيبقى صفر. اما تتسال بقى الاطلع الالفيولا بريشر ديورنج الاكسبيريشن يساوي كام؟ ماينس 1. ممكن اجيبها ما تقولكش ماينس 1 يجيب لك ارقام يقول لك مثلا 770 759 760 وخلاف يبقى كام؟ 759. وضحت الصوره يا جماعه؟ لا طيب اثناء الاكسبيريشن ازود واحد 761 فاهمه؟ فاهمه النقطه دي؟ يبقى انا دلوقتي لما تيجي تقول البريشر رقم
الجينات او مؤثر يبقى معناها انا بشوف الكالسيوم بقى بالنسبه للاتموسفير زاد يعني ناس زاد من الاتموسفير كلها نقص يعني منقص من الاتموسفير كلها نورمالي ديورينج انسبيريشن بلاقي لهذه الالفيروس البريشر فيها ناقص واحد اثناء الاسبيريشن يبقى زائد ايه؟ زائد واحد السؤال هنا وده ينطبق على مفهوم اسمه بوينت زيرو هذا كان معكوس بالصعب فاضل في امتى صعب بعد كده يجوز بسبب بوينت زيرو من الحاجات المهمه والسهله ايه بوينت زيرو ده بيقول لك ايه؟ يقول لك في انفيرس ريليشن شيب في علاقه عكسيه ما بين الكروتين ما بين البريشر والفوليا ما بين الانفلا الفيلر بريشر والايه والفوليا اوف الفيروس كلما زاد الفوليا اوف الفيروس كلما قل البريشر والعكس صحيح اثناء الاسبيريشن الفيروس بيزيد حتى ونعرف الميكانيزم كام شويه احنا بنتكلم في الميكانيزم بريفي وبالتالي البريشر هو هيتم هيبقى ايه ناقص واحد اثناء الاكسبريشن الفيروس حجمها هيقل وبالتالي طلع هذا القانون مزايد طب ده ليه الالترا فيلر بريشر والالترا فيلر بريشر من اهم الحاجات فيه هو اللي بيجيب اللايف ستايل طيب البريشر ده اللي موجود جوه الدور الالترا فيلر بسم الله عليها الالترا فيلر ما يكونش ولا البريشر اللي جوه الدور بتاع الالترا فيلر بريشر والاسم ده اللي انت هتلاحظ انه بيعكس البريشر اللي هو السورس الالترا بلس بريشر من المواضيع السهله واللي ما بتعكس ليها كتير خلاص شوف الاسم الترا بلورا بريشر او اسم الدلع بتاعه بالاختصار بتاعه اي بي اي او الترا بلس شوف كده ولا نعم قال لك نقدر يبقى اشهر اثنين ودي كانت الترا during inspiration and during expiration. During inspiration يبقى ناقص 6 مليليتر من الاكسجين. During expiration يبقى ناقص 3 مليليتر من الاكسجين. ناقص 6 ده يعني معناها ايه؟ اقل من الاتموسفيريك بريشر 6 يعني تقريبا كام؟ 700 كام؟ 54 فهمنا النقطة دي يا جماعة؟ مليليتر من الاكسجين. السؤال هنا ليه الالترا لور بريشر قايله نورمالي ليه؟ لانه لو بقى ضغط يبقى مرض. ليه الدنيا كده؟ قال لك خلي بالك انت فعلا البريشر اللي في البلور بيعكس قوة التناسب ما بين حاجتين ما بين اللنج اللي عايزه كولابس وما بين الشيست اللي عايزه اكسبان يعني ايه؟ يعني ايه اللنج عايزه تكش والشيست عايز يعني اكسبرد ليه؟ قال لك خلي بالك لما تيجي تشوف اللنج والشيست والفوليا ارسلتهم في اكسبيريشن لقوا 2.5 لتر طب لو جبنا بقى واحد وفتحنا صدره وشفنا اللنج اخبارها ايه؟ لو فتحنا الشيست وول كده اللنج هيبقى في حاجه اسمها ريلاكسيشن فوليا يعني اللنج لا هي كونتراكتد كولابسد ولا هي تستند لو فتحنا الشيست هتلاقي اللنج هيبقى حجمها لوحده 1 لتر والشيست لو انت فتحت الشيست كده الشيست هيطلع لورا كده ويبقى حجمه 5 لتر يعني تخيل اللنج زائد الشيست كلها مع بعض 2.5 لتر اللنج لوحدها لو طلعناها كده من الشيست هتبقى 1 لتر الشيست لو فتحناه وما بقاش ماسك في اللنج بقى 5 لتر معناها ايه؟ ان اللنج عايزه طول الوقت ايه؟ تكولابس والشيست عايز طول الوقت انه اكسبان في تو كومباوند فورس بيبقوا بينهم تناقضين وفي عكس الاتجاه هيعمل ريليتيف بريشر جوه طيب السؤال ده ليه اللنج عايزه تكولابس؟ بسيطه عندنا بالونه يا جماعه افتكروا اللنج بيبقى في راس البالونه انا همسك البالونه ده الاكشوال ريلاكسيشن فوليا اللي في اللنج ماشي يا جماعه بعد كده في الشيست بتبقى بالشكل ده كده اثناء في الشيست تبقى ايه اكسبان انا طلعتها من ايه؟ من الشيست يعني هسيبها تخلص بالشكل ده اتحرك ايه اللي حصل؟ رجعت للاوريجينال بوزيشن صح ولا لا؟ ايه اللي خلى هذه البالون اللي بتمس مثلا المي ليه عايزه تكولابس؟ لان فيها الاستيك ايرنت الاستيك ايرنت ده انت شديت انا شديت البالون بالشكل ده حق ايه؟ ايه رايك؟ ما شديتها كده وسبتها هترجع ولا ما ترجعش؟ ترجع تمشيها وبس هتاخد المحرك ده
شاء الله حاجه اسمها لايف سيت Yes.